السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء. نسأل الله أن تكونوا بخير ونتمنى لكم مشاهدة طيبة والآن مع التفاصيل. مسلسل ابنتي الحلقة الخامسة. من هو والد أوكو الحقيقي، ديمير أم صديقه جمال؟ انضمام الممثلة سيلين شاكرجي إلى مسلسل ابنتي، وسوف تقوم بدور والدة أويكو الحقيقية، وهي واحدة طماعة تبحث عن الثراء بأي شكل من خلال اختلاطها بالأثرياء. تحب المتعة وحضور الحفلات وترغب بالزواج من أحد الأثرياء. جمال يصل إلى والدة أويكو ويخبرها بأنه قد وجد ابنتها، ويحاول أن يعرف إذا كانت ابنته هو أم هي ابنة ديمير، ويبدو أن سر الخلاف الحقيقي بين جمال وديمير سيظهر للعلن، وأن والدة أويكو هي طرف أساسي ورئيسي في هذا الخلاف. ديمير يتعلق بابنته شيئا فشيئا، ويحاول معرفة السر الذي لم تخبره إياه، فهو لا يعلم شيئا عن حقيقة إصابتها بسرطان الدم. إما أويكو فهي سعيدة جدا لعودة ديمير إليها، ولكن الأقدار تخفي لهما شيئا آخر. هل حقنا إن أويكو هي ابنة ديمير؟ أم ستكون ابنة جمال؟ أم هل سيكون هناك شخصية أخرى لم تظهر بعد ويكون هو والد أويكو الحقيقي؟ السر يكمن بالعودة فلاش باك لماضي ديمير وجمال ووالدة أويكو. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. نتمنى من الله إن ينال الفيديو أعجابكم، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ونسأل الله أن تكونوا بخير. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.